قول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا مرحبا في خليل جيمنج. ما تشوفون اليوم شيء جديد؟ تشوفون خريطة؟ جهزت الشوارع كلها وبس ما سويت اللي هو الأرض كامل سيدة إلا في منطقة واحدة هي بتكون خدمات، وعدلتها وبنبدأ هني في محطة الماي. أخيرا بنسوي محطة ماي. احنا سوينا محطة مجاري هني خفيفة، وبنسوي محطة الماي اليوم هني. بالتالي نحن محتاجين يا أصدقائي، كم عندنا هذا ينتج الواحد؟ الواحد ينتج 121,000. حلو، بس خلينا نشوف هنا، نحن نحتاج 1,000,000. أوكي، سيويج برودكشن هذا 800,000، بنحتاج نشوي نزيده، بس الماي عندنا 1,000,000 نحتاج. انزين، شو بنسوي هنا في مكان الماي؟ أول شيء المكان راح يكون أخضر كله شير. ثاني شيء نزلت شوي مودات مثل ما قلت لكم. بنبدأ في اللارج ووتر بومبنج ستيشن. زين، 1 2 3 4، 1 2 3، بخلي هذا هني تقريبا. زين، الحين هذا بيدخلنا 323,000. شوف الحين كل شيء لازم نبدأ نحسب، مش لازم، اقدر احط شوي عشوائي بس افضل بالطريقة هاي. انزين، كهرباء بنوصل للصبر، خلينا نوصل كهرباء على طول. كهرباء تحت الارض، كهرباء من محطة القطار الى المنطقة هاي. انزين، هذا راح يوصلنا 323,000. خلينا نسوي جنبه لان هذا مبنى الادارة على فكرة. اوكي، شوي قديم هو، شوف مبنى الادارة قديم لكن جميل ترى. انزين، المحطة هذه راح تخدم كمحطة أساسية. قلنا بنحط لها باركن صغير. أين أنت يا صديق الباركن؟ بالطريقة هذه، بالطريقة هذه بنحط لك باركن. إيه، باركن ما عليه مشكلة، بنسوي كنترول إيه وبنحطيه غصب. إنزين، لأنه يسمح لنا المكان بالطريقة هاي. إنزين، 4 × 2. طيب الطريقة هاي حاول عدل قدر الامكان. اصحاب الهمم، الطريقة هاي، وعنا سيارات الكهربائية الطريقة هاي. مشكلة الناس الحين المفروض سيارات الكهرباء تنتشر اكثر واكثر واكثر مع الوقت. هاي يمكن تستوي كقرية صغيرة حاليا ترى. زين، الحين هذا وهذا صبر اجندك. كلك على هذا وكلك على هذا وكلك على هذا كنترول اتش وندق على المبنى. الحين هانا باهم نفس ارتفاع المبنى. انزين، المكان مفروض يكون سيدة قدر الامكان. انزين، بنسوي الشير المفضل مالي لهالموسم. خلنا نشوف هذا الشير، بنحط صفة شير بالطريقة هذه وصفة شجر هني وصفة شجر داخل باركن. ما يستوي، فإذا ما يستوي داخل باركن شو بسوي؟ الحركة السحرية مالي، أكمل الأسمنت اللي موجود ونبدأ نسوي مكان يخدم. لحظة حبتي، شوية مش مقبول بالنسبة نسبيا، بس ممكن أسوي حبة الطريقة هاي وحبة ني. زين، بحاول هني هاي هاي المايكرو ادجستمنت هذا اللي ذبحني. انزين، هذا صار عندنا المحطه الاساسيه. انزين، المحطات الثانيه راح تكون على شوارع اصغر. لا لا لا، تعرفون شو؟ خلي كله شجر، شجر في شجر في شجر. اللفه الاولى، انزين اللفه الاولى بتكون بالطريقه هاي. هذا شوي مكان فاضي. انزين، بمب ولا توصيلات الماي، هاد درين كاباسيتي، هاي استعملناها نحن في سيزنات قبل، وتقريبا هو مكان ولا شكل المفضل عندي في محطات الكهرباء. انزين، خلينا نمد الشارع شوي اكثر، ابا يناسب 2 بس على الاقل بالطريقة هذه. شوفوا، طبعا نقدر نعدل هذا وهذا وهذا. كنترول اتش لو سمحت، كنترول اتش، تعال نفس قياس هذا. شوفوا المكان جيد، بس ممكن جدا اني اسوي شيء هذا، اشل الشارع
اي بالشارع هذا بنزله في المستقبل من ورا، لا بنخليه بالطريقة هذه، وأجيب محطة ماي بعد حبة محطات ماي هني بالطريقة هذه، ونوصلهم كلهم في شو في بعض. طبعا توصيلها مش قضية يعني، ما ببين. شوفوا الواحد فيهم يعطيه 80,000 كاباسيتي، أنا محتاج 8 على أساس إني، لحظة، أساس إني أسوي 800,000. بس صبر، كنترول اتش الطريقة هاي، كنترول اتش، اوكي نبقى كل شيء نفس القياس، بس ابى اشير هني. لحظة لحظة، خل ندق كليك على هذا، كنترول اتش، كلهم المنطقة كاملة لازم تكون مساوية مكان واحد. فشو بسوي؟ بسوي سيلكت اول هني، كنترول اتش، هذا كليك، كنترول اتش على هذا، اوكي الحين افضل بمراحل. شو نايس 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 نويس. انزين الشير وينك يا شجر يا شجر يا شجر؟ في ناس بتحشر علي الحين، واو واو مسوي. زين انا اسف يعني، لا تزعلون مني، ولكن هذا بنحطي نقص شيره هني، انا ابى احطي وايد شير هني. انزين بس طبعا هاي ما بيغطون، يعني نتكلم من احنا عن 240,000 زائد 300,000، هاي 540,000 صح؟ 540,000 لو اني بهني نقاط، بعد في احتمال ما تكفي. اوكي بس 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 ممكن توسيعة المكان بشكل كبير، يعني ممكن اسوي سيدا هذا كامل، اني بحتاج اتليست 8، محتاج منطقة عقب حقهم. يعني المكان هذا بيتم يكبر وايد، بيكون مكان يعني بيور بيور للماي. شوفوا نيب صديقنا هذا، ونسوي كلهم على هذا المستوى، نقدر نحفر في الليبل، نسوي الليبل كله السطح بهالمستوى. اوكي نسوينا اخر شيء. شو انتبه ما اخرب المعبر مال، والله ممكن لحظة اغامر بالطريقة هاي شوي، بس شوي اسوي بالطريقة هاي. شوفوا اوه فنان، لا اوكي لا وايد اوكي. بس لحظة، هذا ليش هذا ارتفاع؟ صبر خلينا ندق كنترول اتش وندق كليك هني، هذا بعد نفس الشيء، كنترول اتش كليك هني، كنترول اتش كليك هني، كنترول اتش كليك هني. اشوف اوه افضل وايد صراحة، اوه افضل وايد وايد افضل وايد افضل. انزين الحين ها بنخلي بينهم فواصل، بس هذا ما عجبني صراحة. فشو بسوي؟ بكسر الشارع اللي هني. انزين ابغى اسويه، عملت شارع هني اوكي، وهذا بحطيه حبة يسار معاهم، ثانية وبحطي واحد اثنين، ابا كل اربعة تقريبا يحوط هني. عندنا هيد اوفيس فغير محسوب، ابا احطيه، هل هذا سيدة؟ ما أظني صراحة، ما أظني سيدة، بس خلنا أخلي فراغ دون فراغ، خلنا أخليه هني، والنيب اثنينة يعني هي مش سيدة 100% الشارع، بس أظني عادي ما يزعل يعني. والنيب هذا، هاي الحين عنا 8، هاي نبي 10 حق 800,000 زائد 300,000، يعني نبغى 2 غير. وبنسوي شارعين طريقة هاي، اوه هني ما بقدر اكمل، ولكن
حاليا اقدر احطي حبه هني، اقدر يو سلام زين، اقدر احطي واحد هني واحد هني، ونمد بيب ماي بالطريقه هاي. صبر، واحد اثنين، خل نمد الاشاره الرئيسية ولا وين ساير ولا انزين، بنعتبر انه شغال. انزين الحين هني بالذات اوكي، ما بيطلع برا الحدود فمو مشكلة. الشير صديقنا، الشير هذا اللي راح اني بالطريقة هذه يكون طول الطريق. شوفوا صار عندنا ثيم، هذا بيعطيني المجال اني امسح المنطقة اللي هني. ادري انتوا تطلعون المنطقة حسكم، بس مو مشكلة. شوفوا، خلنا نسوي ستوب لان متأكد كهرباء بتنقطع هني، واذا انقطعت الكهرباء بتسوي لنا مشاكل، وانا حاليا ما ابغى مشاكل في المنطقة. تعيدون المنطقة كيف كانت زحمة؟ والله افكر احط فيها عقب ولا اخليها مكان سكني، صراحة يكون وايد حلو. خلنا نشيل منها الماي حاليا، بخليها بالطريقة هاي يمكن، ما اعرف. زين بخليها بالطريقة هاي. رجعت الكهرباء والله، بدري رجعتها، بدري رجعتها، بس مرات الواحد يجيب العيد في هاللعبة والله يزعل، هو يزعل. انزين باعتبار ان هذا خلصنا حلو. انزين الخطوة الثانية شو؟ تأكد من سبلاي المي. انزين سيويش تريتمنت، ووتر تريتمنت تعبان، ترى هذا يسوي ووتر اند سيويش تريتمنت. انزين يسوي كم درين؟ فامبن كاباسيتي 80,000 و800 شغال. ممكن نزيد المي لان بنحط منطقة كبيرة الحين، بس ابا هذا عكس هذا، هل راح يسمح لي الشكل؟ لا ما راح يسمح لي الشكل. فشو بسوي؟ طريقة هاي كلك 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 الطريقة هاي، حبة يمين سبه شوي فوق. الحين ابغى اشل بس الموف التول وادك لك. شوفوا الحركة هاي راح تعطينا يب 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 يب. يا سلام، ممكن اسير يعني شوي بجنون واحطي اثنين غير، لكن هالمنطقة ترى ما بتكفي للأبد يعني، فإجباريا نوسعها. بس هاي استوت القرية الصغيرة ولا المكان الصغير لإنتاج الماي اللي هو حاليا عندنا إنتاج طيب من الماي. هل في البجت نحن غيرناه شيء؟ لا. أوكي ممتاز، يعني ممكن نرفع بجت الماي في المستقبل، ونقدر أن بس نسحب هذا هني، نسحب هذا الطريقة هاي، ونجيب شارع زيادة هني. هذا طبعا بسيط، سوى حوله الى كيرف. كيرف ابا كيرف مقبول قدر الامكان. شوف يمشي حاله، يمشي حاله حاليا، يمشي حاله. طبعا بينقص الزبالة اكيد، بينقص وايد اشياء. شوفوا بس مع انه المفروض انه يوصل له، بس الطريق له ترى وايد بعيد. انزين على اساس نقرب طريق الخدمات هذه، ليش نقدر نحط له خدمات خاصة فيه؟ هني نسوي شارع بسيط حق خدمات، بس على اساس انه يتم شغاله وكذا، لان هالمكان اذا ما تم شغاله لا 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 شيء، حركة وايد خطيرة. على امل انهم جايين. ايوه كلهم جايين جماعه، بيون بيون، ما عليكم بيون. بس هالشارع يمكن اباه اسرع شوي، اشوف 40، لا اباه 80. اوكي 80 80 80 و80. اوكي بيشلون كل شيء، بيون بيون هم يعني مع الوقت بيون. انزين الحين بما ان عندنا خدمات مائيه، عندنا المنطقه الوسطيه هاي، جهزت لها محطة القطار، جهزت لها كل شيء، وجهزت لها شيء ثاني سويتها الى زون. الزون بنطالع هالمرة في البوليسيز. بوليسيز
بوليسيز يا بوليسيز، مشكلة راح ندفع وايد. ريسايكلينج بارت اوف انفيرمنت، نقدر نسوي سايكل سايكل ريسايكلينج، وبينزل شوية تاكسين كمان. حلو، يمكن ما نبغى. يمكن نحاول باركس اند بلازا اقوى، اديوكيشن بوست، ممكن نسوي لهم وايد اشياء هني. بس في اشياء نبغى نزيدها حاليا. اول شيء الثيمز، ما الثيمز ما راح يشتغل انا متاكد. ابى ادعم السمول بزنس لانه ما بيكون في بيج بزنس، والهاي تك هاوس بدعم بكاش دايركت، وهالشيء راح يكون مكلف ترى. وفي نفس الوقت اللو ريزيدنت راح نزيد التاكس عليهم، عرفتوا؟ وبنيب ثيم للمنطقة اللي هو يدخلون علينا فلوس أقل، السلف سفيشنت بيلدينج، والمباني يكونون اي تي كلاستر. فشوي بتطلع عندنا منطقة على غير العادة. انزين، المناطق المحيطة المربع هذا راح يكون شو؟ دكاكين، دكان، دكانين، ثلاث، أربع، خمس. طبعا راح أكسر وايد فيها، ما لا 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 تأخذون بموضوع أن الحين دكاكين، راح أكسر وايد. وحوله بيوت بالطريقة هذه. زين، الدوائر ولا الوصلاتها راح أخليها عادي طف. وعندنا هذا كله بيوت وما في دكاكين ثانية. والله يمكن احولها معماير، بنشوف. زين، الشيء الاكيد انه وايد من هالبيوت وهي الاشياء راح تتكسر للاسف يعني. انزين، الشيء الاول اللي نبغاه مصدر الازعاج الاول محطة قطار. انزين، خلينا نشوف انه محطة قطار كيورت. جراوند باي باس، نقدر نحط محطة على زاوية الشارع بالطريقة هاي. لا 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 لا، وايد كبير، ما ينفع. هو حلو، انا ما اقول انه مش حلو، بس كل هالباسز وايد صراحة اوفر. نبغى شيء اصغر، كيوت اكثر. مترو ما نبغى، مترو كذا ما نبغى، كل محطات كبار. قطار كبيرة ليش؟ اولد ماركت ستيشن، مالتي بلاتفورم ستيشن، بوزيشن تو فورمال هاز بين الترين، ولا شو هذا؟ ولا الاثنين اظني. هذا تصدقون ما عاجبني شيء اللي بيخليني. هلا نحط هذا. اوكي، هذا مقبول. فور، اربعة هو فيه، بس ما راح استعمل اربعة، راح استعمل واحد فيهم بس، ما راح استعمل الأربعة. اوكي، وعندنا التول هذا هو. هو أربعة ستوبس داخل. اوكي، يا لنوابتي يا لنوابتي. هذا نفس المترو اللي هناك، كيف ما خطر على بالي. هذا في باركنات كيوت والله، حلو ترى. والله جميل، جميل جدا جدا جدا. خلينا بشير. زين، هذا بالطريقة هاي، هذا بالطريقة هاي، وهذا بالطريقة هاي، وهذا بالطريقة هاي، وهاي بالطريقة هاي. خلنا نحط الشير من وراه، يتبعه بالطريقة هاي، ونسكر المكان هذا. شوفوا كهربا، طبعا حلها ترى بسيط، طب في كهربا خلاص. زين، هني مشروع حديقة صغيرة، بس ما أدري ما مدى نجاحها بتكون صراحة. خلني اشرب ماي. اوه نسيت، هاي ما عندهم كهرباء، يا ساتر. مشكلة كل شيء محسوب بالملي. اي كهرباء راح احطيها غلط راح تجيب العيد. زين، نايس، ها كلهم صار عندهم كهرباء. استوى عندنا منطقة كبيرة، المنطقة هاي مفروض تخدم هدف سكاني عندي انا في مخي، وفي نفس الوقت يعني بتكون في المستقبل موصلة بالشارع العام اللي هو هني، عرفتوا علي؟ في دوار اوريدي رئيسي، في هني شارعين، ونفس الثيم راح يكمل يمين ويسار. بما ان في قطار هني، والله حلو القطار، بس بعد محتاج شيء هو.
شو اللي محتاجينه؟ خلت تفكر. خلينا نشتغل على الخدمات. اوكي خلي النهايل نكنسل. نكنسل هالثنين. اوكي نكسل هالثنين ونحطيهم دكاكين. اوكي بنحطي عندنا هني مركز شرطة ضخم، 1 2 3 فاضي، وبنحطي مركز مطافي 1 2 هني 1 2 زين، بنحطي مستشفى بروحه في الوسط. وهو ينا ركب دايرك بس بنحطي هني زين، وبنحطي عند المستشفى شارع وسطي هني الوسط، ونبي نحط هني مترو بيخدم المنطقة. المترو هذا المترو اللي انا شفت مترو عيبني بس ما اذكر الحين اي واحد. الحين مشكلة اذا عيبك شيء سيتا راح عليك هني، كل ما تكبر اللعبة يستوي الوضع بالطريقة هاي صراحة. مترو ستيشن سانكن ايلاند كان شيء سمبل احيدا شيء تي مثل هذا ولا كان نقدر نحطيه هني زين، بس ما بيخرب الشارع اللي هناك. شوف لا نايس 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 للغاية. هني راح نحطي وسط خدمات صحية، مقبرة ما يستوي طبعا، بس نقدر بما ان استوينا بالطريقة هاي مترو نستغل سطح المترو. يا اللي كيف ركب بالضبط شوية في الهواء صح؟ اوكي صبر 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 خلنا نقدم هاي شوي وفي التول. يلا يا اخي ايوه مو بالتول هني شوف شوي في الهواء بس ما عليه. انا اي لت تجو لان الصراحه عايبني. عندنا هني شوفوا مكان ترى خطير جدا وايد خطير. انزين في الوسط هني راح يكون في خدمات مختلفه عن باقي الاماكن. مثلا اول شيء محتاجين هليكوبتر منو ربعنا المطافي. حلو محتاجين هليكوبتر منو الشرطه هني، هاي اللي ما عندهم هليكوبتر. محتاجين هليكوبتر الشرطة بالطريقة. اوكي هني ما بركب هليكوبتر شرطة بس مطافي لانه راح يخرب مخططاتي. زين وبنيه بحديقة الكلاسيك. وينك حديقة وينك؟ نسوي حديقة في الوسط طريقة هاي مكان الناس يعني مكان مركزي للناس. زين الحديقة مين جيت كالعادة وسايد جيتس في الوسط. نقدر نخلي سايد جيت هني سايد جيت هني على امل ان سيده سايد جيت هني سايد جيت هني وجيت على امل ان سيده اجين. زين بيكون ممر جانبي بشكل اكبر من ما تتخيلون. اوكي في بوابة هني وبوابة هني لان المساحة صغيرة فما بأضيعها في شوف المماشي. اوكي الحديقة هاي طبعا يا الله يا مدق اسكيب شو يستوي. زين مثل باقي الحدايق خلينا نرفع سعرها فوق ونرجع الباب شوي لورا والشارع شوي لورا. انتو عارفين هذا حق شو الانكم اساس الناس فعلا تدفع للحديقة ولا هم ما بيدفعون ترى. لحظة الناس اذا قدرت تتجاوز شيء ما تدفع له احنا هني محتاجين فلوس هاي مصيبة ترى. انزين نرجع كل شيء ورا شوي نرجع كل شيء ورا شوي. هاي وايد بوابات على الحديقة واحدة الصراحة بس I think it's fine. هذا بالطريقة هاي هذا بالطريقة هاي بس ناقصنا بوابة ولا ما يباله شي بوابة هني كفي. اوكي بنيب خط في الوسط خط
الوسط، ونعكس الخط هذا ونعكس الخط هذا بالطريقة هاي. هاي اختصارت شوي للناس. ونحطي الفنس مال الحديقة بالطريقة هذه. هذا نقدر شوي ندق عليه كليك ونرجعه. فنس حديقة، هذا ما يبغى له فنس هني. فنس حديقة، فنس حديقة، فنس شبك الحديقة. منها اساس ما نبني شيء، ومنها هو جزء جميل من الثيم الصراحة. يوم احطي الشبك هذا بشكل مكان جميل، الشير الخطير هذا زين، الناس بيحسون بأمان هني. طبعا نصرف وايد فلوس نحن، بس عادي اللعبة شوية تم شغالة أمورها طيبة زين. ونحطي لنا هني، نقدر نحط صفة شير؟ إيه ما نقدر والله، كان حلو نقدر. أقدر ألف شوي يمين بس أحس عادي يعني، ما يحتاج، مش الشيء اللي أنا راح يعني اوقف الدنيا عليه. انزين، صار عندنا حديقه. في حد دش الحديقه هاي ليش؟ بالله عليك شو فيها الحديقه؟ والله فاضيه تعبانه جدا. اي زين، خلينا نبدا في صفه الحديقه. اول شيء لوح الشطرنج يعود على هذا المكان صح؟ بس ممكن يركب هنا. نعم ممكن نحطي اثنين، صعب جدا صعب الاثنين. زين نقدر نحطي الخدمات مال الحديقة، الانفو رستروم. هي إيه بتكون يرسات صغيرة اكثر شيء. نقدر نحطي شوي العاب حق اليهال الطريقة هذه، نحطي العاب الاطفال ني ونيب الشارع هذا الطريقة هذه، ونحطي جازيبوز اكثر شيء تعرفون يزيد. طيب بس ما يكلف، بنحطي وراه شير. بنحطي هنا شير. اوكي الحين شوي الحديقة لها شكل ولها شوي خدمات. طبعا 800 وصلت اوريدي، لان في وايد اشياء عندنا اوبشنات الحين فاتحة، بالامور طيبة. والله اذا بما ان يا نفس القياس بالضبط صراحة، ممكن احطي نايس منطقة مخصصة للعب الاطفال. واحد طلع لونه غير، بس حلو، بس حلو مكان حق اليهال في الوسط. ناس يبوا عيالهم يلعبون يشوفون الدنيا، ليش كله قاعدين في البيت. وعندنا الكافيه هني بالطول، بيقعد صبر الكافيه ممكن يقعد عندنا بالطريقة هاي، بيكون حلو. اشوف مش سيئة صراحة، مش سيئة. وأريد الانترتينمنت 1100، نقدر نزيده أكثر شوي ترى، شويتين مش شوي صراحة. عندنا البلازا هني ورقم واحد، بلازا رقم اثنين هني. أظن الناس بتمشي ترى ما بتشتكي. أيوة بالضبط، يستوي 1200 وخلاص، 1206، وهذا شيء ممتاز. شوفوا الناس كيف، الناس كيف هني في الوسط. مفروض الناس تبني بيوت جدا رائعة، شوفوا جدا رائع، جدا 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 رائع. الحديقة هاي يعني عدلت مزاج السكان كلهم، ومش بس عدلت مزاج السكان، عندنا منطقة امتدادية لمستقبل جميل يعني ترى. وبما ان الارض مش سيدة، بتشوفون اشياء غريبة نفس هاي. شوفوا كيف البيوت قاعدة تنبني، من فترة ما سوينا اشياء نفس هاي الصراحة. حلو الاسلوب ماله، ولا الانحناء ماله جميل صراحة، جدا جميل. انزين الشيء الثاني في المكان، المراكز هاي. المراكز هاي ما يجوز تتم بالطريقة هاي. ابسط شيء اسويه، لا تنسون هاي منطقة بعدها مربعة، مش منطقة يعني غير مربعة ولا شيء، ترى بعدها لازالت مربعات. هاي بحط الشير في حال في المستقبل سويت امتدادات. اوكي ما سويت امتدادات، انا حاجزنهم بالشير كشكل. يمكن احط عندهم اشياء باركنات وبعض الامور، بس حاليا ابغى اخليها تمشي، ولا المكان يمشي على راحته
بس الشيء اللي أباه ما سويته للحين اللي هو المترو. خلينا ننزل شارع تحت الأرض، نجيب المترو بالطريقة هاي. المترو أباه يروح مكانين، واحد يينا لين هذه النقطة ولا هذه الوقفة زين اللي هي مركزية. النقطة الثانية اللي أبغى أسويها، أبغى أتمنى بيوصل هني، ما يستوي. أوكي هذا يبالي شوي تعديلات في الشارع، بس مش بالأهمية، لأن أهم شيء عندي المترو المركزي اللي هو هل المدينة حاليا تخدم، ولا هذا المترو يخدم كل المتروات حاليا تقريبا. ترى هذه الحديقة هذه الجبارة يعني تطلع دخل وأنا مش مهتم فيها بشكل فعلي يعني. هذا الحلو فيها الصراحة. انزين بحطي شغلتين هني بس لان المكان مش صغير. الشغلة الاولى واحد من المربعات راح نشله ونصير المكان الصحي، وناخذ الالدر كير بالطريقة هاي كبار السن. انزين بس يلا بسم الله الرحمن الرحيم بالطريقة هذه، وهذا كفيل انه يهتم ب كمية طيبة من الناس اللي موجودين هني. اما الاهتمام بالاصغار النيرسري اللي هو هذا، ممكن نحطيه في مكان، والله ممكن عند المستشفى تصدقون. اشوف اختيار طيب مش سيء صراحة. وتشوفون الخريطة من فوق ترى مش سيئة يعني، ابدا ابدا الخريطة مش سيئة، والناس قاعد تبني. طبعا الحين كل ما يزيد عندنا احتياج للناس هالمنطقة راح تبني، مش انها ما راح تبني بس مش نفس يمكن ما نتخيل، ولا مش بالقوة اللي نتخيلها. بس المهم ان السيوج، وعندنا ماي، عندنا كهرباء، عندنا خدمات حاليا حقهم، وعندنا مدخول. قلنا جميل قاعدين نصرف وايد ونحط خدمات وايد، وبعد عندنا مدخول قوية. ترى هذا شيء مهم، وغير ان هالمدينة مكلفة لان فيها وايد ثيمات. بس شوفوا شكل المكان من فوق والله جميل. شكلي بخلي اللعبة شوي شغالة حتى ما طالعها من فوق راحة، تعيبني هالسوالف. الحديقة اصلا حد يستعملها؟ اوه والله يستعملونها صدقون. ما تلفل بروحها، بتوصل ليفل عالي عالي. بس جميلة الصراحة، بس اللعبة استوت ثقيلة يعني، انا مسرع اللعبة وبعدها الحين تعرفون التحدي الاكبر لما الطيارة تفتح. الطيارة يوم بتفتح كم ارض بيعطينا؟ ارض واحدة بس، ارض واحدة، وان اوريدي باني معظم الاراضي. بس عندي اماكن حق مطارات وخدمات يعني، ترى فكرة عندي مكان حق مطار كارغو وحق السوالف، بس محتاج شوي تكتكة في الموضوع. بلدنج زون فاير عندكم وايد، محتاج شوي تكتكة. هل هذا بيوصلنا 65,000؟ الله اعلم. كل بيت كم قاعد يسكنونه؟ انا نسيت شيء واحد ثاني كالعادة، التعليم. بس تعليم ابا مدارس ابتدائية الصراحة شوية بكثرة، فبحط الأماكن اللي قبل لتبني أماكن، ما بسوي نفس الأماكن الثانية أماكن تعليمية وهذا لا. بنثرى شوي في المكان أوكي، وبحط مدرسة ثانوية في رأس الماب هني. لا حطي مدرسة ثانوية قريب الوسط، حتى لو نكسر كم بيت عشان لا ما لدي نكسر. نسوي شوي حشر حق هايل هني، شوفوا رهيل بعد بيستانسون. طبعا ها بيزيد طلاب الجامعة اللي عندنا في الجامعة على فكرة، طلاب الجامعة 1500، اننا نضارب على 1200 تذكرون، وسوى ديموت. هل نزيد اكاديميك وورك كله تخصص سينما انتو بس خلاص كم 32 من 48 انفو. محتاج اصلا اشتغل مرة ثانية على الجامعة، بس قامت تدخل فلوس الجامعة على فكرة، شوف قامت تغطي الكوست مالها بالطريقة هذه. نحن خلصنا الحلقة هاي، بس انا الحين ابا اتكتك موضوع اللي ما سوينا نحن الماي وسوينا المدينة هذه. فخلونا تعرفوا شو ناخذ لفة في اول سيارة فوي هنا، خلنا نشوف شكل المكان
ونودعكم ونشوفكم إن شاء الله في فيديو قادم مع امتد الله يا النووي، كل شيء بينا في امتداد قادم إن شاء الله، في حلقات قادمة. أتمنى منكم دعم السلسلة هاي، وأتمنى أشوف 10,000 مشترك في يوم ما. كان على أساس هالشهر بس أظني مستحيل، الشهر الماضي كان على أساس بس مستحيل، بس يلا ما عليه إن شاء الله هالشهر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.